سميتي نوال، عندي مدة عقوبة ديال 5 سنين، دوزت منها سنة وبقى لي 4 سنين. كان ندير تكوين المهني شعبة الخياطة التقليدية، وكنقرا البكالوريا باك ليبر. أول مرة دخلت على الأقراص المهل واسع، التجارة في الأقراص المهل واسع. أنا في ذاك أول مرة دخلت حاملة، كنت دخلت حاملة، يعني كتجيك غريبة، نجي كتسمعي راسك السجن، ما عمرك مدوزة، كتشمي جيه، يعني كتخيلي شي حوايج السجن، يعني راه الحبس فيه ناس خايبين، فيه يعني شي حوايج خايبين. ولكن مع المدة ومع هادي ملي كتندمجي معاهم وكتأقلمي، راه كيولي يجيك داك الشيء عادي. ما كرهتش انا نخرج ونخدم وصافي، نجمع راسي، نجمع مع ولدي، عييت انا من الحبس صافي، بغيت انا تولي عندي شي حاجه في الحياه كنديرها، لان الحبس ما كنستافدو، فهمتي؟ يا راه كتقراي كديري، ولكن راه داك الفرق ديال انك معكش والديك، ولدك محتاج لك، ما كايناش معاه. انا عايشه وسط السجن، كنقول السجن راه ما بقاش داك السجن اللي راه، ولا دابا السجن راه ولا القرايه، ولات الحمد لله اي حاجه، يعني واخا حيدوا الباني، ولكن يعني موفر لينا شي حوايج زوينين، يعني بزاف الحوايج. المشاكل كانوا داك الشيء، المشاكل شحال هادي ما كاينش، ان دابا الاداره كتدخل، المديره كتدخل، يعني كتدخل بواحد الطريقه اللي زوينه، اللي كتحل المشكله بطريقه زوينه، طريقه ايجابيه. ولكن راه كيبقى الحبس حبس، راه يعني ابسط الحقوق ديالك محرومه منها. وفهمني تحيدات هي من اول حاجه، حنا راه الوالدين، لان اي حاجه كاينه في الحانوت، اي حاجه داك الشيء كاين الحانوت. بقات عندنا المشكله في الطياب، في الطياب راه كيجيبوا لنا الطياب، ولكن الطياب يعني كنتي كتشهي شي حاجه من عند والديك اللي غطيبها لك امك بيديها، يعني هذا الشيء ما بقاش. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.